بعيداً عن أعين الإعلام، هذا ما تم في اللقاء السري بين بوتين ومحمد بن سلمان. بعد انقطاع دام لمدة 12 عاماً، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية في جولة خليجية تتضمن المملكة العربية السعودية والإمارات، كما تشمل الجولة توقيع وثائق مهمة مع قيادتي البلدين تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في مجال الاستثمار وتحفيز التبادل التجاري. وشهدت الزيارة لقاء جمع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة بمدينة الرياض لبحث عدد من القضايا والملفات وآليات التعاون. وبعيداً عن أعين الإعلام، عقد ولي عهد المملكة العربية السعودية لقاءً مغلقاً مع الرئيس الروسي لم يحضره سواهما وعدد محدود من المستشارين الخاصين بالأمير محمد بن سلمان. وأوضحت التسريبات أن ولي العهد السعودي والرئيس الروسي اتفقا بالفعل على آليات التعامل مع الأزمة الإيرانية وضوابط تأمين حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي. وخلال اللقاء أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فيما تم إنجازه في إطار اتفاق خفض الإنتاج أوبك الذي يهدف لإرساء الاستقرار في سوق النفط العالمية. وردا على سؤال أحد الحاضرين بشأن مدى تقبله لشخصية الأمير محمد بن سلمان، قال بوتين: نعم، يلعب الأمير محمد بن سلمان دورا ناجحا، ولدينا معه علاقات شخصية ودية جدا، فهو المبادر في الكثير من المشاريع بين موسكو والرياض، وهذه المبادرات قائمة وتتطور باستمرار.